السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم مع زينب فقي وأكلة جديدة. النهاردة هنعمل مع بعض البامية. معايا كيلو بامية، كيلو طماطم، كيلو لحمة كندوز صغير، يعني ممكن اللي عايز بالضاني ممكن، بس هي حتى يعني حتة من الأنتر كوت بتبقى دسمة وحلوة وبتدي تيست حلو في الأكل. معايا كزبرة خضراء وكزبرة ناشفة، معايا ورق لورا على حب هان مطحونين، وفلفل اسود، معايا توم وبصلايه وفلفلايه سواء حمرة او خضرة اللي موجودة عندي. كمان اللي بيحب البامية تبقى يعني حامية مشططة شوية ممكن يديها قرن فلفل حامي، بتبقى حلوة قوي. بس لو في طبعا اطفال او ما حدش بياكل شطة يبقى ايه، فلفل رومي اخضر او احمر اللي موجودة عندي. ومعايا ملح، معلقة طبعا، الملح كل واحد بيظبط حسب ما هو عايز، انا بدي معلقة وبشوف بعد كده ايه احتجت او لا. هنروح على النار ونشوف هنبدأ نعمل ايه. الحلة على النار اهي، ودلوقتي هنزل برضو نفس القصة، معلقة صغيرة زيت، ماشي، احط حتة زبدة صغيرة عشان اشوح اللحمة فيه. تمام، الزيت والزبدة سخنوا كويس، نزلت باللحمة وكده ايه، هغطيها شوية وتابعها. دلوقتي اللحمة وهي بتتشوح معايا هضيف ورق اللورة على الحب هان، وهضيف البصلة والفلفلاية عشان يستووا معاها خالص ويطيروا من الشيبان، وهضيف سنة كزبرة ناشفة، حاجة بسيطة اهي. كل ده بيدي تيست حلو للحمة بتاعت البامية. هضيف برضو شوية من التوم في الأول، والباقي هسيبه للطشة في الآخر. تمام اهو، كل الإضافات دي وبسيبها مع بعضها لحد ما تنشف كويس مع بعض، وبعدين هكون ضربت الطماطم بالخلاط هضيفها عليها. تمام، لحمة البامية لازم تتظبط كويس عشان تستها يبقى حلو. ادي كده اللحمة معايا نشفت خالص، تمام، ما فيهاش اي مية ولا اي حاجة، نشفت تمام كده. هضيف الطماطم عليها، طبعا طماطم البامية لازم تبقى حمرة قوي ولونها احمر وحلو وجميله كده عشان تبقى الباميه طالعه حلوه ان شاء الله. تمام، هادي الطماطم عليها، هتغلي، هوطي عليها لحد ما تتسبك معاها كويس عشان تبقى استوت وطعمها حلو. هنشوف لما تتسبك هنرجع نعمل ايه. دلوقتي اللحمة هي دخلت في السوا خلاص، قربت، مش فاضل لها غير حاجة بسيطة، والطماطم على الآخر. البامية بتاعتي مغسولة وناشفة ونظيفة، بضيفها اهي تبقى شوية مع الطماطم، وبعدين بعد شوية بس تاخد شوية من الطماطم كويس قوي غلوة، بضيف لها كوباية مية طبعا عشان ايه، مينفعش تبقى ناشفة خالص، ماشي. ونشوف بعد كده الخطوة اللي بعد كده هنعمل ايه. اهي دلوقتي البامية اهي معايا خلاص، تمام، يعني اتسبكت كويس اهي، اضف لها كوباية مية وابدأ اظبط ملحها. عايزة كوباية، عايزة شوية مية تاني. شوية مية تاني، تمام.
اديها رشة ملح، بعد كده اشوفها عايزة تاني ولا لا، اديها رشة فلفل الاسود اخليه في الاخر. تمام، دلوقتي هتغلي غلوة وهنعمل لها الطش، هنشوف مع بعض. دلوقتي البامية بتاعتنا بعد ما استوت وخلصت هنعمل الطش. طشة، ادي ثوم، ادي كزبرة ناشفة. تمام، مش هخليه يحمر قوي، بس يدوب كده، ايه، حاجة بسيطة. هضيف الكزبرة الخضراء كمان هنا. اهي، عايزه اقول لكم رائعه، يعني الطشه دي بالكزبره الناشفه والخضره والثوم بتخلي الباميه فعلا ملهاش حل. اهو بس كده هنطفي عليها. ده طبق البامية بتاعنا بعد ما خلص. بألف هنا وشفا، ولو عجبكم الفيديو واستفدتوا لايك وشير، ومستنية تعليقاتكم، واستنونا مع زينب فقي وأكلة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.